خلينا ناخد كابتن توفيق السيد خبيرنا التحكيمي. النهارده في حالات كتير الحقيقه في هذه المباراه. كابتن توفيق مساء الفل. الفل يا استاذ محمد، اخبارك ايه يا كابتن؟ حضرتك انا زي الفل يا حبيبي، ربنا يخليك. تحياتي يا كابتن. تحياتي لحضرتك. انطباعك الاول عن المباراه تحكيميا بقياده الكابتن محمود البنا. وقبل ما اقول انطباعي يا كابتن محمد، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. محمود البنا السنه دي او السنه الموسم اللي فات هو افضل حكم في مصر، احسن حكم في العالم. بس خلينا في ماتش النهارده. انا عارف انا عايز اوصل انت بتسبق ايه بقى؟ عايز انا خالص والله ما بسبق ولا بقول حاجه. اتفضل. لما يكون حكم بقيمه محمود البنا افضل حكم في مصر بتقدير النقاد وتقدير الجمهور. تمام. كابتن محمود البنا حكم كبير، مش محتاج ان احنا يعني بالظبط كده. فلما نيجي نوصل ليه احنا عايزين، ليه وصل محمود للحته المستوى ده؟ من النهارده كان متراجع، كان واضح انه متراجع. الحقيقه محمود طبعا مستوى متراجع، ده اللي انا عايز اقوله. يعني هل هناك اسباب؟ في اسباب اكيد يعلمها. طب خلينا نقول الاسباب في الاخر، لان انا عارف انت عايز تقول ايه. بس لا والله انا ما عايز اقول حاجه. لا انا عارف. لا ما في اسباب لازم نقولها. صحيح، ده حقيقي. لان لما يكون عندنا حكم كبير ومستواه يتراجع بهذا الشكل لازم احافظ عليه، لازم نحافظ عليه ونقول الاسباب ايه. ربما يسمعنا حد يتفاداها يمكن ان شاء الله. فخلينا نقول النهارده رايك في المباراه تحكيميا والحالات التحكيميه يا كابتن. خلينا ناخد في الاول كده اللعبه اللي حضرتك اتكلمت عليها، دخول حسام حسن مهاجم نادي سموحه داخل منطقه الجزاء، وبعد كده بنلاقي سقوط، بنلاقي في استمرار للعبه بمحمود البنا. انا هتفق مع قرار محمود البنا دي في اول المباراه اللي هي في اول دقيقه. بالظبط. واللي هتفق مع صباحي ان التنافس كان طبيعي جدا جدا على الكوره، وما كانش في اي مخالفه من مدافع سموحه. اذا عندنا اول حاله قرار الحكم وحكم الفيديو قرار صحيح. تمام. انا هاجي هنا بعمل حاجه مهمه جدا. انا دايما كل حكم بيحط معاييره لاحتساب الاخطاء. محمود البنا حط معيار هنا لاحتساب الاخطاء في لعبه حسام حسن اللي في وسط الملعب، اللي شد فيها شد خفيف للاعب نادي الزمالك، ولم تكن الكره فرصه واعده ولا غيره. اشهر البطاقه الصفراء الاولى لحسام حسن مهاجم. تمام. وكان شد عادي يعني ده المعيار اللي حطه مين؟ أوكي. محمود. اوكي كده. اوكي. نيجي نشوف اللعبه بتاعت نادي الزمالك اللي احتسبت ركله جزاء. اللي احتسبت لمين؟ للزمالك. محمود البنا احتسب ركله جزاء لصالح نادي الزمالك. تمام تمام. هنيجي نشوف بعد مراجعه الفيديو، هنلاقي ان محمد الصباحي الحقيقه كان في قمه تركيزه النهارده وجاب محمود، واللعبه الحقيقه ربما ما يكونش محمود عنده تفاصيل ليها، راح شاف في على كابينه الفار، وبالتالي رجع واتخذ القرار الصحيح بعدم وجود ركله جزاء. لان هنشوف لما بنشوف اللعبه هنلاقي ان مدافع نادي سموحه نجح تماما في لعب الكره ولم يرتكب اي حركات اضافيه، وبالتالي القرار حكم. يعني انت متفق الاول ان اول كره لحسام حسن مش بينالتي، ده قرار صحيح، وان الكره دي كمان مش بينالتي لانه لاعب سموحه ضرب الكره بجوز الجزمه قبل لعب الكره. بالظبط. قبل ما يصطدم باحمد حمدي. لا هو اللي كمان بعد ما هو نجح في لعب الكوره هو اللي اصطدم هنا احمد حمدي، مش في لان هو اللي اوكي. بالظبط كده. فبالتالي القرار الحقيقه قرار صحيح بحيث صباحي والبن عليه، ولا وجود لركله جزاء لصالح نادي الزمالك. زي ما قلت لحضرتك، اللي عمل المعيار بتاع الـ الشد البسيط او الدفع ده هو محمود البن. فلما نيجي نرجع للعبه بتاعه مطالبه نادي سموحه بركله جزاء والانذار الثاني لحسام حسن، حسن اللي اتطرد فيها حسام حسن، لما نيجي نشوف هنلاقي ان المسك موجود، وطبقا لمعايير محمود البنا اذا المسك هنا موجود، اذا هنا في مخالفه. المخالفه موجوده يا استاذ محمد، وركله الجزاء هو القرار الصحيح في هذه اللعبه. لكن الحقيقه ان محمود البنا حسب تحايل واشهر البطاقه الثانيه في وجه حسام حسن مهاجم نادي سموحه، وبالتالي ده كان قرار خاطئ. صباحي الحقيقه جاب له زاويه او جاب له ثلاث اربع زوايا، جاب له زاويه الاول. انا عايز اشيل بالتصوير لان انا ملاحظ النهارده ان كل الحالات التحكيميه الزوايا الصحيحه الدقيقه بتيجي. كلام حضرتك صحيح، ما كانش ده موجود لغايه قريب، فده يعني دي اشاده الحقيقه برضو بالتصوير. اتفضل يا كابتن. كلام حضرتك صحيح. لما نيجي نبص تلاقي الزاويه اللي جابها له زاويتين جابهم له صباحي، لا يا محمود المسك موجود، وطبقا لمعاييرك انت كان لابد عليك احتساب ركله جزاء لصالح نادي سموحه، وبالتالي ما كانش هيبقى في طرد او الحصول على الانذار الثاني للاعب مهاجم نادي سموحه حسام حسن ويطلع يطرد منه. طب ما ممكن يكون يا كابتن، كابتن محمود البنا اعتبرها هنا باينه قوي الصوره، في الصوره اعتبرها دي. ايه؟ اعتبرها احتكاك عادي او شد. جميل جميل. انت حضرتك قلت اهو، انا لو اعتبرت ان اللعبه دي احتكاك عادي طبقا لمعايير محمود نفسها، لا محمود حسب لعبه زيها بالظبط في وسط الملعب، ده معياره اللي هو مشينا عليه. طيب لو انا حتى لو محمود همشي فرضا وجدلا ان محمود ما اقتنعش ان الشد البسيط ده يوقع حسام حسن، لكن مفيش تحايل يا استاذ محمد. طب هل لو ما ممكن تبقى برضو اللعبه دي هو شايف ان هي ما تستحقش بينالتي، لكن في نفس الوقت
ما على تستحقش رايك الصار، ما تستحقش انذار ثاني. هل يمكن الحكم طب اصل بعض الناس بتقول ايه، ما هو يا يطرده يا يحسب بينالتي، مفيش لا وسط. بص حضرتك، طبقا للبروتوكول كنت النهارده بتشوف حكم الفار قال لك انت احتسبت مخالفه، بتقول ان اللعبه دي سيميليشن على اللاعب ده، رجع حكم الفيديو كلمك قال لك لا في ركله جزاء، وركله الجزاء موجوده والشد موجود، يعني انا مقتنع ان اللعبه دي ركله جزاء. طيب انا همشي مع معيار محمود ان الشده البسيطه دي ما فيهاش، او الشده اللي هو شافها من وجهه نظره دي ما فيهاش ما لا توقعش تصح حسام مطارد يعني الجزاء، بالشكل لكن ده. اذا الاحتكاك موجود، اذا اللاعب هنا ما حاولش الخداع، لان اللاعب حاول الوصول للكوره اللي هو تمام اوريدي مسيطر عليها، اللي منعه من الوصول للكوره ايه؟ الشد. الشد بقى هنا بسيط، الشد خفيف، هو ده طبقا لمعاييرك يا محمود وتقديرك. في النهايه هنا البطاقه الصفراء غير مستحقه في كل الاحوال، فاذا هنا كان لابد يعني كان خروج. ممكن كابتن محمود حتى لو مش هيحسب طبعا بينالتي يتراجع عن البطاقة الصفراء التانية. طالما طلع حضرتك وشاف وكرر، طالما طلع وشاف انا بجيبك اقول لك اهو اللعبه دي فيها ركله جزاء. فيها لا حاجة يعني. لكن انا شفت ان فيها احتكاك، اذا هنا ممكن الغي البطاقه الثانيه تماما، مفيش ركله جزاء برضو مثلا. ده من وجهه اذا انا نظري، شفت من وجهة نظر ان الاحتكاك لا يرقى لركلة جزاء، بس في احتكاك. بس احتكاك موجود، اللاعب هنا ما ادعاش السقوط او ما تمام حاولش التمثيل، تمام ان المخالفه موجوده اوريدي بالفعل. تمام بس هو انا يعني انا بشوف ان زي ما قلت لحضرتك هناك اسباب لتراجع مستوى الحكام الكبار في الدوري. في نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد لازم اتفضل. تحطها في اعتبارك والناس تحطها في اعتبارها، انا مش عارف هل هو مستر بيرير رئيس لجنه الحكام محمود البنا، لو حضرتك واخد بالك وفاكر كان من 3 ايام فقط هو حكم مباراه الزمالك والبنك الاهلي في كابينه الفار. ازاي حكم بيلعب بنفس الفريق في مباراه بينهم 3 ايام يا جماعه، بينهم يومين، لا تاني كده، محمود البنا كان حكم حكم الفيديو في مباراه الزمالك والبنك الاهلي. اوكي. طب ازاي يلعب لنادي الزمالك نفس الفريق بعديها بثلاث ايام او بعديها اللي كان بيومين؟ كابتن محمد عادل اللي هو الحكم في الملعب. بالظبط، كابتن محمود اوكي. البنا كان حكم الفار. انا بشوف ده يعني انا حاجات ملاحظها بقالي فتره، حاجات غريبه، ازاي الحكم يلعب وكان لنفس فيها جدل الفريق؟ تحكيمي برضه مباراة بالظبط، الزمالك والبنك ده الاهلي. يمكن انا اتكلمت في برنامج حضرتك المحترم مع الدكتور وليد الحديد تقريبا، وقلت ان ما ينفعش نحط حكمين كبار عشان ما نخسرهمش وما يبقاش في حرج، وما تحطش حاجه تحت ضغط في اي مباراه مظبوط ثانيه. مظبوط. انت النهارده المباراه البنك الاهلي كانت من 3 ايام يا استاذ محمد، تحط حكم لنفس الفريق قبل المباراه ب3 ايام، يعني يا جماعه الناس اللي بتعين او الراجل اللي بيعين دي لازم في اعراف الاختيارات مرفوضة. طبعا طبعا انت تمام. بتحطني تحت ضغط وعندي حرج، وحضرتك قلت جمله وانا متفق معاك فيها، المباراه كان فيها جدل تحكيمي، وكان يعني اللعبتين كان فيهم تدخل من تقنيه الفيديو تمام سواء بالاستدعاء او سواء بالتاكيد، تمام. فبالتالي وجود الحكم في نفس المباراه ما تحطش الحكم تحت ضغط، حافظ على الحكام الكبار اللي عندك، لان لسه الدوري كبير جدا، مش معنى مش يعني المباراه كل احترام والتقدير لجميع الفرق، لكن مش مباراه الاهلي والزمالك بس هي المباراه الكبيره يا استاذ محمد، لا ده في مباراه النهارده ممكن على النزول يعني المقاولين العرب وبنزيز المحله، دي مباراه كبيره على فكره، طبعا فرقتين بيصارعوا من اجل النهارده مباراه مباراه كبيره. الانبي والبنك الاهلي بالنسبه للبنك الاهلي مباراه كبيره لانه طبعا طبعا، ترتيبه هو متاخر، ده اللي بنتكلم فيه، فاذا هنا وانبي برضو النهارده عايز يواصل وجوده في المربع الذهبي، لا او ما يمكن كل يعني واحد ليه هل طموحه يعني. ايوه انا ما ينفعش انا كحكم العب مباراتين لنفس النادي سواء الاهلي سواء الزمالك سواء المصري سواء ورا المحلي، ما بعض ينفعش العب غريبه دي ورا بعض، صحيح. ما ينفعش. هتقول لك كان على الفيديو، ما هو الفيديو ده بياخد قرارات مظبوط كده ولا مظبوط ايه؟ مظبوط. وهو بس هو حتى استدعي اكتر من مره كابتن عادل الماتش اللي فات في الفيديو، ماتش الزمالك طبعا والبنك الاهلي. سواء محمود استدعاه او سواء محمود عمل له كونفيرم على قراراته، اذا هنا مظبوط بيتدخل في اداره المباراه، مظبوط. فما طيب ينفعش ان انا ادير المباراه بس، وده الموضوع. طبعا ده انت عايز تقول ان في عشوائيه في التعيين؟ انا بص انا هقول لحضرتك على حاجه، طبعا ده يعني خطا الناس مش كتير واخده جدا. بالها؟ انا مش عارف، انا ما يعني اعرفش لو ايه هو. انتوا في الاعراف التحكيميه وانت تواجدت في اللجنه، هذا لا يمكن الامر بيبقى مرفوض تماما في لو اللجنه؟ لو انا بقول لحضرتك على مسؤوليتي اهو، مش لو لو انت انا بتكلم كاعراف لا ما انا جاي لك الاختيارات. اهو، انا بقول لحضرتك لو انا الموسم اللي فات عملت ولو في مباراه واحده هذا الكلام اتحاسب، ده ما حصلش، ما ينفعش ما ينفعش ان انا بشيل، انا هنا بحط الحكم تحت ضغط، بحط الحكم تحت يعني تمام. انا مش فاهم، ده حكام طيب كبار وحكام كبيره جدا يا جماعه، حافظوا على الناس. رأيك في قرار الكابتن محمود البنا في مع الهاني سليمان في احتساب ركلة حرة غير مباشرة لما مشي بالكورة وقت طويل؟ بص هو الفيفا لما عمل القرارات دي يا استاذ محمد كان بيعملها ازاي؟ اجراء احترازي عشان تقضي هدفها وما يبقاش الكلام كده. هو الهاني سليمان الحقيقه، الهاني سليمان
انا لما جيت حسبتها عندي انا لقيت هاني سليمان دخل في الدقيقه 14 تقريبا، الثانيه 14 او حاجه. الحقيقه هاني سليمان من من الحراس المرمى اللي يعني بامانه شديده يعني مستفزين للحكام في الحاجات دي. تمام، والكابتن محمود على مدار المباراه كان بيحذره اكتر من مره. حذره اكتر من مره الحقيقه، وده وارد، ما فيهاش اي مشكله ان ده بيبقى اجراء، انا شايفه ان اجراء طبيعي من محمود وقرار صحيح من محمود، لان هاني سليمان لابد انه يتعلم. الحقيقه بنشوف حراس المرمى في العالم كله وفي جميع الدوريات ما حدش يعني السقوط الكتير والهدوء الكتير، لا انا اشوف ان قرار محمود في اللعبه دي قرار صحيح الحقيقه. هي 14 ثانيه يا كابتن فعلا؟ تقريبا كده، انا حسبتها لقيتها حوالي 13 وكسور كمان يعني جزء من الثانيه يعني. وده طبعا مخالف. هو ده كتير، هو انا مش بحسبها كده، هو ده بيبقى زي يعني انت بتستفز الحكم فالحكم يعني هو القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول لك 6 ثواني، لا يحتفظ بالكره 6 ثواني بس. أكتر خلي بالك الاجراء ده يعني هو ما حدش يمكن ما بيطبقه في العالم كله دلوقتي، لكن انا لو موجود هطبقه على هاني سليمان الحقيقه، لان هاني سليمان بيزودها كتير الحقيقه، بيسبب للحكم كمان حرك في الملعب. بس في احيانا في ماتشات في الدوري بتحصل والحكام ما بتاخدش اجراءات. في، ما هو هو ده اللي انا بتكلم فيه بعد كده، ان لما تيجي تاخد اجراء بتبص تلاقي ان لابد ان طالما خدت اجراء لابد ان احنا ناخد الاجراء ده في جميع المباريات، يعني لو اي حارس تاني. انت لو عندك حارس مرمى فعلا بيمسك الكوره كتير، ما انت هتاخد معاه اجراء كده. انا في زي ما قلت لحضرتك في العالم كله ما حدش بيحسب الحاجات دي دلوقتي، لكن انا باجي احذر الحكم، بحذر الحارس، انا بكلم كابتن محمود حذره مره واثنين وثلاثه مره، خلاص ده يبقى قرار صحيح من محمود 100%، انا مش مختلف على فكره على القرار، بالعكس. تمام، بقرار عشان هاني سليمان يحط في اعتباراته، عشان اي حارس مرمى يحط في اعتباراته ان الحكم مركز وبيشايف وحاسب الوقت كويس جدا، انا ما عنديش مشكله في القرار طبقا للقانون، القرار صحيح. طيب هل في ليك شيء ثاني؟ كان في جول للزمالك بالظبط كده، هنتكلم في حارس، هنتكلم في الجول. الحقيقه انا بحيي مساعد الحكم الثاني هاني السوداني من منطقه دمياط، الحقيقه عمل مباراه كويسه. لو شفنا اللعبه دي يا استاذ محمد تلاقي هاني مركز جدا، واقف مع اخر ثاني مدافع، الحقيقه كان في مهاجم نادي الزمالك متقدم بقدمه بجزء كبير جدا من قدمه، اترسمت الخطوط، اتحطت النقط، القرار صحيح، والهدف الملغي، وهو ما خدش وقت خالص بصراحه. الحقيقه اللعبه هي سهله يعني بالنسبه لحكام الفار وحكم بحجم محمد الصباح عنده خبرات، الحقيقه اعتقد اللعبه كانت واضحه والتسلل موجود، وقرار المساعد الحكم الثاني بالغاء الهدف قرار صحيح. دي المفترض. ايوه كمل. تمام. انا بس هي الفكره اللي انا اتكلمت حضرتك فيها في الاول، انا والله ما عايز انتقد حد ولا عايز ولا في دماغي ده، لكن بامانه شديده يا استاذ محمد انا عايز اعرف المستوى الحكام يوصل لكده. سيميليشن ايه موضوع السيميليشن؟ انا مش عارف. تحايل ده يا جماعه لازم الحكم يكون شاف وقرر ان ما فيش اي نوع من انواع التلامس، ما فيش، او ان اللاعب استغل مش عارف لم، لكن الشد ما فيهوش الشد ده يعني انت شايف ان طرد حسام حسن غير صحيح؟ طبعا غير صحيح، وركله الجزاء موجوده صحيحه 100%، كان لازم تحتسب. ده قرار، ده طبقا كمان لمعايير محمود البنا، لان محمود البنا هو اللي ادى معيار الناس تمشي عليه، الناس تمشي عليه، هو حسب على حسام حسن بطاقه صفراء زي ما قلت لحضرتك، واحتسب عليه مخالفه واداله بطاقه صفراء في نص الملعب، فبالتالي كذا. لكن محمود البنا حكم كبير وافضل حكم في مصر الموسم اللي فات، ان شاء الله يعدي من المرحله دي اللي هي انا شايفها مش عارف يعني والله. هل دي التراجع ده بسبب ان الحكام بتحكم عدد قليل من الماتشات يا كابتن توفيق؟ طبعا دي نقطه مهمه جدا، انت النهارده الحكم لما بيكون بيلعب ماتشات كتير ذهنيا كمان بيكون. السنه اللي فاتت محمود البنا وموجود الكابتن محمد فاروق، واعتقد انه هياكد على كده، انا بتمنى له الشفاء من برنامج حضرتك المحترم، انه عمل عمليه بسيطه برضه، حتى النهارده الكابتن سمير عثمان تعرض لحادث ان شاء الله يكون بسيط ان شاء الله باذن الله، مش عارف ايه عربيه الروح. ولا ايه؟ لا والله هو كان في احد الاماكن كده وفي حاجه الجسم صلب وقع عليه، فالحقيقه ان استلزم دوت انه يدخل مستشفى ويعمل والله يعمل عمليه جراحيه بسيطه كده. كان سمير عثمان الف سلامه عليه. ده في ايه؟ في ايديه ولا في راسه؟ في جزء من راسه من فوق يعني. طب وحالته هو لسه في المستشفى؟ لا الحمد لله خرج يعني، احنا عملنا كل الاجراءات والفحوصات الطبيه، احنا نحاول الشباب يجيبوه نطمن عليه طبعا. وبرضه نفس الشيء الكابتن محمد فاروق عمل عمليه جراحيه، والحقيقه حاولت اتواصل مع محمد كتير لكن الحقيقه بتمنى له الشفاء يا رب. ماله كابتن فاروق عمليه ايه دي؟ عمل عمليه تقريبا كان في حاجه في حصوه او حاجه زي كده، نفس التوقيت السنه اللي فاتت عملت انا برضه عمليه زي ده استاذ محمد، مش عارف هم دي في الكلى يعني. الف سلامه للكابتن محمد فاروق، الف سلامه للكابتن سمير عثمان يعني. طبعا ان شاء الله. طيب. يعني انا بتمنى الحكام يعني ان شاء الله الفتره الجايه. طب انا بمناسبه السيميليشن والتمثيل والكلام ده، امبارح حسين الشحات برضو كان في موقف
في سيميليشن واخد انذار. انت شفته ازاي يا كابتن الموقف ده اهو قدامي حتى؟ لا هي اللعبه، هو اللعبه اللي انحطتك مع الحكم السكرتير. يعني ده انذار سليم؟ ده انذار سليم الحقيقه، لكن هو احتسب له ركله جزاء صحيحه لما كانت موجوده ركله جزاء صحيحه الحقيقه، الحكم احتسبها. ما فيش، لا انا بتكلم على دي بمناسبه ان الوقت بقى فيه كتير جدا. ما انا انا ما انا انا ما انا عايز اقول للحكام يا جماعه، السيميليشن ده لا، انت معنى ان معنى بتقول ان اللاعب ده تحايل عليا او بيمثل، معنى ذلك ان انت شفت مليون في المية وقررت ان مفيش اي احتكاك ولا هو احتلاف. على فكرة يا كابتن برضو ما انا ممكن عينيا تخني، يعني ممكن اشوفها مليون في المية ثم اكتشف لا، يعني طب أنا بس لما ارجع للفار طب انا لو مفيش فار واكتشف ان هو لا خلاص يعني لازم اتراجع عن الانذار. طب لو مفيش فار، لا ما هو لو ما في، ما هو انت في الاخر هو قرار تقديري، هو التحكيم في الاخر قرارات تقديريه يا كابتن كلها. هي معايير وتقدير، ما انت ممكن تحسب بينالتي وهو مش صحيح لو ما فيش فار. صحيح، ده المتناقش مختلف مع وارد حضرتك، بس وممكن انت النهارده تحسبه. خلي بالك اتفضل، خلي بال حضرتك الحكم النهارده في العالم كله، الناس اللي كل اللي عندهم تقنيه الفيديو، الحكم بيبقى نازل معاه الاجابه زي ما بنقول. تمام يعني، لا ما هو الفيديو خلاص، هو تقريبا الفيديو هو اللي بيحكم دلوقتي. عندك ما عندكش مشكله، انا بس عندي طبعًا مشكله طبعًا ان حكام بتحكم خصوصا في الاخطاء اللي زي دي، يعني اللي زي دي تبقى واضحه على الفيديو مليار في الميه. استاذ محمد طبعا انا عايز اقول حاجه، الحكام المحترمه بتوعنا اللي جم وشرفونا في كاس الامم الافريقيه اللي منهم كابتن محمود نفسه، ومنهم كابتن محمود، ومنهم امين عمر اللي انا مش عارف والله العظيم، انا نسيت امين والله، انا نسيت شكله بقى له كتير، ومحمد معروف نفس الشيء، انا ما شفتلوش حاجه يعني. انا ومحمود عاشور عاشور، لا عاشور بقى معاه ربنا، الراجل مش طايق يسمع اسمه اساسا، يعني زي ما حضرتك شايف كده حكم رايح بالمناسبه، وعاشور ان شاء الله في السعوديه، واعتقد ان جاله ان شاء الله هيجي له تكليف خلال يوم او اتنين هيحكم مباراتين او ثلاثه في الدوري السعودي ان شاء الله، ده في الاسابيع الاخيره دي هناك. هناك برضه الدنيا ملتهبه دلوقتي. بالظبط، لا هم طبعا ناس مشكورين، يعني ان شاء الله باذن الله تواصلوا مع الكابتن عاشور، واعتقد ان شاء الله خلال يوم او هيحكم يعني في الدوري السعودي كابتن محمود عاشور. هيحكم كابتن محمود عاشور من الحكام اللي بصراحه اللي كفاءتهم عاليه جدا في الفار، وده مش احنا اللي بنقول، ده اختيارات يعني الفيفا، حكم اولمبياد فاينل افريقيا الفيفا، يعني كل الحقيقه انت عارف من ساعه كاس الامم ما لعبش ولا مباراه في مصر. والله مش عارف اقول ايه والله. تمام يعني، لكن انت مش راضي عن الكابتن محمود البنا النهارده. انا زعلان على محمود البنا، مش راضي على محمود، انا زعلان محمود البنا، انا بعتبره يمكن لو حضرتك خدت بالك الموسم اللي فات لعب اهلي وزمالك، محمود البنا على الماتش رائع، لعب السوبر المصري كان طرفه اهلي وزمالك قبل ما يبقى طرفه الاهلي وبيراميدز، ده لما كنت انت في اللجنه، لما كنت انا في اللجنه، لان انا محمود البنا خلي بالك حضرتك من الحكام اللي انت تحطها وانت مطمن، والله وانت مغمض. لا بس النهارده واضح ان هو فنيا متراجع. انا في حاجه طبعا متراجع على مستوى فني، لا مباريات في القسم الثاني ولا في بتعرف ولا مباراة في القسم الاول. تديله كم من 10 النهارده يا كابتن توفيق؟ لا النهارده الحقيقه الاخطاء كبيره، وانا يعني الاخطاء النهارده يعني هدي محمود البنا النهارده 7، وده رقم بالنسبه للحكام متراجع جدا. لا رقم مش خصوصا لما تبقى حكم دولي وحكم كبير وحكم ليك مكانتك. انا برضو يعني انا طبعا مش بحاسس على كلامي ولا حاجه، محمود عارف مدى اعتزازي بيه ومتقديري، كلنا بنعتز، لكن احنا يا كابتن بنوصف يعني قرارات قدامنا وبنوصف حالات قدامنا. انا بس عايز اقول حاجه، هي الحكام لما بتغلط هو في حد بيصلح لهم ولا مفيش، ولا هي كلها زوم، ولا ما عايز اعرف برضو يعني واضح ان يعني واضح انه مفيش يعني ما اعرفش، مش عارف والله. بنتمنى الخير للحكام ولجنه الحكام، وان شاء الله الاسابيع اللي جايه دي لازم يكون الموضوع يا جماعه، الموضوع هيبقى الموضوع صعب شويه. دمه تقيل يا كابتن، مظبوط معاك حق والله، دمه تقيل، لان احنا اللي بنعمل في نفسنا كده يا استاذ محمد والله. معاك حق، انا حذرت والله، احنا اللي بنعمل في نفسنا كده. كابتن توفيق السيد انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبعا خبيرنا التحكيمي كابتن توفيق السيد.